لقطه كمان عجبتني النهارده جدا 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 جدا. قبل بدايه المباراه تفاجات بوجود ايمن اشرف في ارض الملعب، جماهير النادي الاهلي تهتف لايمن اشرف، جماهير النادي الاهلي تشجع ايمن اشرف. شوفوا اللقطه معايا، لاعبي النادي الاهلي يساندون ايمن اشرف، مشهد رائع جدا. ولو في صوت خلونا نسمع كمان هتافات جماهير النادي الاهلي لايمن اشرف. وفاء عظيم جدا من الاثنين، وفاء من جماهير النادي الاهلي ووفاء من ايمن اشرف اللي كان معايا امبارح على التليفون، وقلت الكلام ده وهو معايا على التليفون. فكره ان لاعب دولي كبير اساسي مع فريق ضيق يستبعد تماما من التشكيل، ما يعملش ازمه، ما يعملش مشكله، ما يسربش ازمات، ما يعملش حوارات، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي حاجه. يعني ايمن اشرف لا من قريب ولا من بعيد عمل اي ازمه، واكيد كان متضايق، واكيد كان زعلان، واكيد كان غاضب انه ما بيشاركش، بس دون ازمات. عشان كده قدروا جدا النادي الاهلي ووافق على رحيله، قدرته جدا جماهير النادي الاهلي زي ما هو قدر جماهير النادي الاهلي وقدر النادي الاهلي بشكل محترم جدا. ايمن اشرف انتوا عارفين خلاص انه انضم رسميا لنادي البنك الاهلي، موقف رائع جدا وموقف محترم، واحد من ابناء النادي الاهلي، مشهد برضو حلو. عجبني كمان النهارده مراسم تسليم درع الدوري، كانت الامور حلوه وشيك ونظيفه وهاديه وما فيهاش مشاكل، ما فيش ازمه، ما فيش كلكعه يعني. ده برضه مشهد حلو. في مشهد تاني